قبل أن يوجد التاريخ كانت هنا مصر، بقوة يدها وعبقريتها بنيت حضارات ليس لها حصر. فرعونية هي صنعت كنوزا وأمجادا فكشفت الكثير من الأسرار، يونانية رومانية فقبطية جعلت العالم ينظر لها بانبهار، وإسلامية صارت منبعا لفن وعلم، وحديثة صنعت حضارات ومجد. جميلة كانت ولا زالت فتبهر العالم بكنوزها وحضاراتها التي تتغنى بعظمة تاريخ مصر. في قلب القاهرة وعلى أرض مدينة الفسطاط يقف هذا المتحف الفريد شاهداً على حضارات مصر الممتدة، ليس فقط لسبعة آلاف عام وإنما أبعد من ذلك بكثير. الحكاية تبدأ هنا بقصة هذا الشاب الذي عاش في صعيد مصر منذ أكثر من 35,000 عام. هيكل نزلت خاطر، دي قرية في محافظة سوهاج تم الكشف فيها عن هذا الهيكل، معاه بعض الادوات اللي كان بيستخدمها الانسان ما قبل التاريخ. في نفس الفترينه في بعض الادوات اللي بتعود 2.6 مليون سنه من مصر. الهيكل ده طبقا للنشر اللي تمت عليه ان هو وجد في بقرب من المحاجر في تقوس في العمود الفقري، دليل ان هو كان شغال في المحجر لفترات طويله. الفاس بتاعه موجود جنبه وعليه الاثار بتاعه المحجر نفسه، ومش وجد لوحده، ده وجد مع زوجته وابنه طبقا برضك للنشر المنشور والتحاليل اللي اتعملت للتربة عشان تقول 35,000 سنة. نقدر من الدراسة الحديثة دلوقتي نقول كان بياكل مواد خشنة او صعبة المراس، طبقا ليه؟ طبقا لتحليل الاسنان. زي ما حضراتكم شايفين هنا الاحجار دي، في احجار مئنة اللي هي التشغيل بتاعها من 2 مليون سنة لغاية ما طلع لقمة السهم عنده، وان ازاي التطور طبقا للهدف بتاعه ده كله تطور. قدم المصري القديم حضارة متطورة بشكل مذهل، ويعرض المتحف ملامح هذا التطور في شتى المجالات. كل فترينة بتقدم لي موضوع عن الحضارة المصرية. على سبيل المثال فترينة بتكلمني على الزراعة وأدوات الزراعة في مصر القديمة، فترينة بتكلمني عن الخبز وصناعة الخبز وأنواع الخبز اللي تجاوزت 30 نوع في مصر القديمة، فترينة بتكلم عن العمارة وأدوات العمارة اللي في منها أدوات مستخدمة إلى الآن منها ميزان القيد، فترينة بتكلمني على الكاتب وادوات الكتابه، المعبودات، فترينه بتتكلم على النسيج، عندنا فترينه بتتكلم عن الطب وادوات الطب واقدم طرف صناعي على مستوى العالم، فترينه بتتكلم على ادوات الموسيقى، الادوات الحلي، ادوات التجميل. بنخش بعد كده فتره اليونان الروماني، عندنا كنز مهم جدا اسمه كنز دوش تم الكشف عليه في الواحات البحريه. وعلى رأس مقتنياته من العصر الفرعوني يحتوي المتحف على مجموعة المومياوات الملكية التي تخصص لعرضها قاعة مميزة. قاعة المومياوات مصممة على أنها تحاكي المقبرة الملكية، بمعنى أنها من برة زي الجبل لكنها منطقة وادي الملوك، ومن جوه بلاقي نفسي بنزل في سلم منحدر في جدران وحوائط وأسقف سوداء، بحيث أن أنا هدي انطباع الزائر أنه داخل فعلا على مكان مقدس لقدسيته. هو المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يحكي قصة نهضة وحضارة شعب عبر آلاف السنين خلال دقائق معدودة، فيقدم لمحات من الآثار والفنون المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى اليوم. ينتقل الزائر سريعا عبر الآثار والفنون الرومانية والإغريقية والقبطية حتى يصل إلى العصر الإسلامي. يعني كنا نخش فترة الإسلامي بنلاقي نفسنا فترة بتتكلم عن النسيج الإسلامي والعملات الإسلامية، بنخش على الزخارف أو الأطباق اللي بنسميها في التاريخ الإسلامي الزخارف ذو البريق المعدني أو الأواني ذو البريق المعدني،
بعض المشكوات اللي احنا ممكن نشوفهم في متحف الحضارة اللي هي كانت وسيلة الإنارة في المساجد في ذاك الوقت. وفي نهاية الجولة تجد نفسك أمام نماذج من التراث والفن المعاصر تؤكد أن نهر الإبداع المصري لم ينضب. نخش بعد كده فترة الحديث والمعاصر، بنلاقي مثلا تمثال للخديوي إسماعيل وقدامه المبنى قناة السويس القديم، بنلاقي بورتريه لمحمد علي والقناطر الخيرية، الملك فؤاد، بنلاقي تمثال نصفي لطلعت حرب وأبو الاقتصاد المصري. بعد كده بنخش على كسوة الكعبة، دي آخر كسوة كعبة خرجت من مصر ورجعت تاني. بعد كده بنخش على التراث بقى، على سبيل المثال بنلاقي المرأة النوبية، الفلاحة، السيناوية، السيوية، بالإكسسوارات اللي تخص المرأة في ذلك في تلك المناطق. بعد كده نخش للفنانين العصر الحديث، الفنانين التشكيليين المصريين وأشهرهم محمود مختار، سعيد الصدر، ومحمد منظور. أنا النهاردة جيت من اسكندرية مخصوصة عشان أتفرج على المتحف، وحقيقة كنت مبسوطة جدا. فكرة إن الواحد يمشي من أول التايم لاين ويقعد يقرأ لحد الآخر كانت جميلة جدا، كانت very inspiring. I'm very positive surprised because it's a new way of experiencing Egypt. لقد وجدت مفاجأة سارة في هذا المتحف الذي يعد وسيلة جديدة للتعرف على التاريخ المصري، وهي تجربة تختلف عن مثيلاتها من حيث التفاعل والموسيقى وأسلوب العرض. نجد كنوز نادرة تجسد حضارة مصر عبر القرون في شتى المجالات، أدوات وإمكانيات متقدمة تعيد فتح نوافذ المعرفة والثقافة لكل البشرية. ما نشاهده الآن هو بمثابة إبداع تاريخي يعيد مصر على طريق العالمية لتأخذ مكانتها على الخريطة السياحية. هي رحلة عبر الزمن تستمع خلالها إلى قصص ترويها نحو 50,000 قطعة أثرية تحكي عن مصر وعظمة تاريخها. تلك القصة التي لا تقف أمام الماضي بل تنظر بتفاؤل إلى المستقبل.